التسامح هو صفة من صفات الناجحين. التسامح هو قدرتك على العفو والتسامح في أصعب الظروف مع نسيان الماضي الأليم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام صبيحة يوم فتح مكة ووجد رجالات قريش ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم بعدما ارتكبوا من الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يقدر ولا يحصى، ومع ذلك فقد عفى عنهم ولم يضرب ولم يقتل صلى الله عليه وسلم. سامح كل من أساء إليك لأنها صفة الأقوياء. صافح واعف عما أخطأ في حقك وكدر مزاجك وكال لك بمكيالين، فالحياة لا تحتاج لحق والأمر لا يحتاج إلى إضافة عدوات تزيد الهم هموما، بل إلى وقفة صادقة منك بالابتعاد عن ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. سرق أحدهم حذاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ، وإن لم يكن محتاجا فاجعل هذا آخر ذنب يذنبه. ما أجمل أخلاق الصحابة التي تعلمنا روح التسامح بقلب صاف لا يحقد ولا يغلو في ذلك. التسامح والغفران هو عنوانك. يقول جواهر نهرو: النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. يقول العلماء: إن الذين يتلقون تدريبا على التسامح والغفران يتحسن لديهم تدفق الدم إلى القلب، مما يساعدهم على الوقاية من السكتة القلبية. الحياة تتطلب منا أن نعفو ونصفح عن كل الكلمات والأفعال التي تصادمت معنا، فاعمل على بذل المزيد من العفو والصفح لتعيش بقلب حي مفعم بالحيوية والنشاط. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول النووي: من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزة وكرامة.